عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد، بغيت نشارك معكم واحد القرص. صراحه كيجيو زويونين، كيجيو في المنظر زويونين وفي المذاق، وكذلك كيجيو مفشفشين بحال هكا الكوتي ولا الفطور، ولا ديروهم بحال هكا لوليداتكم يديهم معاهم ليكول ديالهم. هكا الكوتي احسن من دوك لي بيسكوي ديال الزنقه وداكشي. مهم غادي نشارك معكم اول شيء المقادير اللي كنحتاجو. كيف ما قلت لكم مقادير متوفره عندنا في كل البيت. غنقول لكم المقادير وندوزو للطريقه ديال التحضير. اول شيء غنحتاج عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفورس، عندي هنا ما دافي، بيضه غنستعمل غير البيض ديالها، والصفر ديالها هو باش غندهن القرص. عندي هنا شويه ديال الزنجلان، شويه ديال النافع، وشويه ديال حبه حلاوه مخلطين غير شويه حسب واحد جوج معالق كبار. عندي نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال الزيت بقياس ديال العنبه، معلقه ديال نكهه الفاني، قبيصه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، خميره حبيبات. هادو هما المقادير اللي غنحتاج. واحد الاضافه الا بغيتو تزيدوها غتزيدو معلقه ديال الماء زهر، انا كيعجبني المذاق ديالو غنزيدو. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، وندوزو دابا لطريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. غادي ناخذ الدقيق ديالي غنزيد فيه قبيصه ديال الملح، وغادي نزيد فيه نص كاس ديال سنيده، نزيد معلقه ديال نكهه الفاني، ونزيد معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت بحال هكا. الصراحه هاد الكراسات ساهلين، غير دغيا يوجدو بصراحه زوينين، كيجيو رائعين. غنزيد معلقه معلقه ديال الماء زهر، وغادي نضيف الزنجلان وحبه حلاوه والنافع هكا، ونضيف البيض، نضيف البيض ديال البيضه وغنخلي الصفر حتى نزين به. نخلط هاد المكونات بحال هكا صافي، وغنبدا نخلط ما دافي حتى يتجمع ليا الخليط. هاد الخليط ما كيجيش قاصح وما كيجيش ثاني جاري بزاف، مهم يكون باقي كيتلصق في اليد. غنعجنو بهاد الطريقة. إلا عندكم العجانة يمكن ليكم ديرو فيها، ولكن ما يحتاجش غير بحال هكا بليد. المهم أنا غنعجنهم ونرجع معاكم. هنايا من بعد ما دلكتهم واحد شويه، المهم مده ديال 5 دقائق، غير خلطوهم هكا بيديكم حتى تجمع لينا المكونات مزيان. غادي نغطيهم بحال هكا، وغادي نخليهم يخمروا واحد المده ديال 15 دقيقه تقريبا حتى 20 دقيقه، يخمروا مزيان حتى تبان لينا العجينه طلعات. وندوز معكم باش نشكلوهم ان شاء الله. صافي بحال هكا، ونخليهم يخمروا. ورجعت لكم من بعد ما خمر لينا القرص، انتم كيف ما كتشوفوا ضعف الحجم ديال العجين. دابا غندوز نشكلوه، نحيد السلوفان
نتوما كيف ما كتشوفوا غنحتاج هنا عندي شويه ديال الزيت شويه باش ندهن يديا يدي بحال هذا الشكل كما كتشوفوا العجين راه كيكون كيتلصق باش كيجي القرص خفيف مهم بحال هكا ناخذ بحال هكا واحد الكميه ندير ليها بحال هكا بحال هكا صافي وغنحطو في لاطا المهم سواء ناخذوا لاطا وندهنوها سواء نديروا هكا ورق الزبده نعاود ندهن يديا مره اخرى بحال هكا كما كتشوفوا وناخذ بهذه الطريقه هذه صافي ونحط هنايا في لاطا بهذه الطريقه عاود ندهن يديا المهم غنكمل الكميه ديال العجين كامل ونرجع معكم وها نتوما كتشوفوا معايا من بعد ما شكلت ديك العجينه ديالي كامله عطاتني 8 ديال القرصات كبار وحده صغيره دابا غندير لهم واحد الطريقه باش ما يجيوش معجنين من الداخل ناخذ شويه الزيت بحال هكا ونقرصهم واحد شويه على هذه الطريقه ناخذ عاوتاني الزيت ونقرصهم كاملين حتى يوليو بحال هكا كنتمنى انكم تجربوهم الصراحه ساهلين على الشكل هذا ضروري هاد العمليه باش ما يجيوش منفوخين ما يجيوش طالعين يجيو عاطيين العرض ومنفوخين شويه صافي بحال هكا صافي وغنخليهم يخمروا ونزيد نخليهم يخمروا واحد شويه مدة ديال 10 دقائق تقريبا وعاد غادي ندهنهم نرجع نشارك معكم شنو غادي شنو غندير مع البيض باش ندهنهم خليكم معايا ما تمشيو فيه من بعد ما خليت القرص خمروا واحد المدة ديال 10 دقائق تقريبا دابا غندوز باش ندهنهم بالبيض ودرت هنايا داك الصفر ديال البيض اللي كان عندي ضفت ليه واحد شويه ديال الحليب غير شويه وغادي نضيف شويه ديال القهوه سريعه الذوبان نسكافي باش يعطي داك اللون داك اللون القهوي كيجي زويون صافي وغادي نخلط مزيان هاد المكونات بحال هكا صافي ونحتاج شويه ديال الزنجلان الزين غندهنهم ندهن الكريسات غير بشويه باش ما نهبطش ليهم ديك الخميره ندهنهم غير بشويه بحال هكا ندهن ليهم حتى الجنيبات باش ما يجيوش بويض يجيو كاملين بلوين واحد بحال هكا بهذه الطريقه كما قلت لكم غير بشويه باش الخميره ما تهبطش
باش الجلسات ما ي... يعني ما يهبطوش لينا بحال هكا. غادي ندير شويه ديال الزنجلان ومي شويه بحال هكا الفوق صافي. وانا نكمل الكريسه ديالي كاملين ونرجع معاكم. وهانتوما كتشوفوا كيف من بعد ما كملت الدهن ديال الكريساس كاملين نكمل لهم مزيان بالزنجلان كاملين بحال هكا. صافي وغادي نخشيهم في الفران. انا غنخشيهم في الفران ديال البوطه العافيه تكون مهيله نخشيهم من الفوق حتى يتنفخوا ونهبطهم لتحت باش يتحمروا من الفوق ومن بعد ما غيطيبوا غنشاركهم معكم. ومن بعد ما خرجت الكريسات شوفوا كي كيجي الشكل ديالهم واللون ديالهم رائع والريحه يا سلام ما نقولش لكم داك الريحه ديال الفاني وديال ما زهر. المهم كاع داك الشيء كي تجمع على واحد الريحه رائعه. ها انتوما كيجيو كاملين محمرين زويونين كيف ما كتشوفوا. انا غادي نقلب لكم تشوفوا حتى من التحت كي كيجيو انتوما تمن لتحت كيجيو محمرين كيجيو مفشفشين وحسخان. انا غادي نحل معكم شي وحده حيت ما كاينش اللي غيصورني وغنوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. ها انتوما شوفوا من الداخل كي كيجيو كيجيو رائعين مفشفشين. وكنتمنى انكم تجربوهم غينالوا الاعجاب ديالكم. ويلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وتخليوا لي التعليق ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ولا فامي. شكرا لكم على التتبع ومع السلامه.